أعتقد أن هذه الدعوة ليست دعوة حديثة، بل هي دعوة قديمة ارتبطت في السياق العربي والمغربي بصفة خاصة بالدراسات الاستشراقية والاستعمار الفرنسي الذي حاول تفجير الهوية المغربية عن طريق تشجيع هذه اللهجات لسببين اثنين. السبب الأول هو تمكين المعمرين والجنود من التواصل مع أبناء المستعمرات، ومن جهة أخرى قلنا محاربة اللغة العربية عن طريق تشجيع التنوعات اللهجية الجغرافية، باعتبار أن اللغة العربية هي الرمز للوحدة، الوحدة الثقافية والوحدة الحضارية للمغاربة، وباعتبارها أيضا المكون الأساسي المحرك لثقافة المقاومة في المغرب. طبعا الفرنكوفونيا والتيار الفرنكوفوني في المغرب لا زال يتصيد الفرص باستمرار من اجل الاجهاز، قلنا، على مقومات الحضاريه والثقافيه لهذه الامه، وخاصه قلنا محاربه اللغه العربيه باعتبار انها اللغه الوحيده القادره على المنافسه الحقيقيه للغه الفرنسيه، باعتبارها اولا لغه دين ثم لغه لها تاريخ عريق وفي جميع المجالات العلمية والأدبية والفلسفية، بخلاف اللهجات التي لا تمتلك هذا الزخم المعرفي، لهذا لا يمكنها بالتالي أن تقاوم الوجود الفرنكوفوني في المغرب. في الحقيقة علماء النفس اللغوي يختلفون في هذه المسألة. البعض يعتبر أن تدريس لغات متعددة في سن مبكرة هو ميزة للطفل، لأن الطفل له قدرة، وهذه نظرية هي التي أسس وقعد لها تشومسكي، له قدرة خارقة على الاكتساب اللغوي، وهذه القدرة تضعف مع تقدمه في السن. لهذا ربما نلاحظ أن الإنسان الذي يصل مراحل عمرية متأخرة يصعب عليه اكتساب اللغات بخلاف الطفل الصغير. هناك تيار آخر يرى أن تدريس لغات متعددة في سن مبكرة قد يؤثر على التكوين النفسي والعقلي للطفل، لأن تداخل اللغات ربما قد ينتج عنه تداخل الأنساق، وهذا يؤدي إلى اضطرابات لغوية نطقية واضطرابات أيضا نفسية. ولكن أنا أرى أو لا في نظري أن مسألة تدريس اللغات الآن أصبحت مسألة ضرورية وملحة، ليس فقط في دول العالم الثالث، وإنما أيضا حتى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي أعلن سنة 2001 سنة ديال تدريس اللغات بسبب هذه المحاولة عن التقارب بين لغات بين شعوب تتكلم لغات مختلفة في أوروبا. ولكن أيضا أعتقد أن النظر ولا الاهتمام ينبغي أن ينصب إلى تحديد وظيفة كل لغة داخل النسق التربوي اللي في المدرسة المغربية. السبب لا يرجع إلى اللغة العربية في حد ذاتها، والدليل على أن تاريخ هذه الأمة ولا تاريخ هذه الحضارة أنتجت بهذه اللغة، ولحدود إلى حدود السبعينات كانت اللغة العربية ولا مستوى اللغة العربية عموما في المدرسة المغربية كان يعرف نوعا من النضج والتقدم. ولكن في السنوات الأخيرة تراجع هذا المستوى، ولكن الأمر لا يتعلق فقط باللغة العربية، وإنما يتعلق بالمنظومة التعليمية بصفة عامة، الضعف في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء. هذا يدل على أن هناك خلل عام في المنظومة التربوية بصفة عامة، ينبغي أن تتوجه الأبحاث والدراسات والندوات إلى البحث عن هذا الخلل، وليس كما فعلت جمعية زاكورا بالرجوع إلى الوراء عن طريق الدعوات إلى تدريس اللهجات المغربية التي ستدخل بالمدرسة المغربية إلى مآلات يعلم الله وحده مصيرها. الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية منذ تأسيسها تقوم بمجموعة من الأنشطة يمكن أن نلخصها في جانبين: جانب ثقافي بمعنى أنها تنظم ندوات، محاضرات، تكتب مقالات في موضوعات تخص اللغة العربية وتطويرها والنهوض بها، ثم جانب نضالي عن طريق الاتصال بالمسؤولين ومراسلة الوزراء والمهتمين بالشأن اللغوي بصفة عامة من أجل إعادة الاعتبار للغة العربية التي هي في الحقيقة لا تعرف تراجع،
وإذا نظرنا إلى المسألة بشكل عام على المستوى العالمي، راه بالعكس اللغة العربية الآن تعرف تطورات كبيرة على المستوى الإعلامي، على مستوى الحضور الرقمي في شبكات الإنترنت وغيرها. ولكن في المغرب تعرف بعض الإشكالات المرتبطة أساسا قلنا بالهجمة الفرنكوفونية الشرسة من جهة، والتي هي في نفس الوقت هي التي تشجع هذه اللهجات. وإذا نظرنا إلى الجهات المنظمة لمثل هذه الندوات، نجد أن أغلبهم إما ذو ثقافة فرنكوفونية لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون حتى الدارجة، وهذا يظهر من خلال حواراتهم والتي نشرت في بعض الصحافة الوطنية. أعتقد أن المغرب بصفة عامة والمؤسسات أو المنظومة التعليمية لا يمكن أن تتقدم إلا ب إعطاء اللغة العربية مكانة أساسية وجوهرية في هذه المنظومة، باعتبارها قلنا لغة الهوية المغربية، إلى جانب طبعا الأمازيغيات، لغة ترسخت في وجدان وعقول المغاربة منذ 14 قرنا، وأنتجت بها الكثير من العلوم والمعارف، ولا يمكن لهذا التاريخ أن نمسحه بجرة قلم.